حلم لطالما راود طفل سيف الدين ابن ولاية بازا ليكون قائد طائرة ولو لرحلة واحدة، حين قام جمعية الرحمة بالتنسيق مع الخطوط الجوية الجزائرية بالسماح له بقيادة طائرة الخطوط الجوية من مطار هواري بومدين بالعاصمة إلى مطار سطيف ذهابا وإيابا. التقرير لطارق دريدي. يستعد سيف الدين بشير باشا لتحقيق حلمه كي يكون كابتن طائرة، مباشرة بعد مراجعة كل الوثائق التقنية لسلامة الطائرة، يقوم سيف بجولة تفقدية رفقة قائد الطائرة للاطلاع على مدى جاهزيتها. قبل الإقلاع في رحلة الذهاب إلى ولاية سطيف، يتلقى سيف تعليمات أولية عن طريقة الإقلاع وكيفية التحكم بالطائرة أثناء الطيران. حلمي كان أنا أصير طيار، وجمعية الرحمة حققت لي نصف الحلم. على الرغم من صعوبة مهنة الطيار، إلا أن الطفل سيف الدين أبدى رغبة كبيرة في تعلم تقنيات الطيران. دور منا هنا. On lui a donné des caps différents. Il a su appliquer ce qu'on lui a dit. Il a été très très bon, très discipliné, un très bon pilote inshallah pour plus tard. Il est très attentif à ce qu'on lui dit. Il a eu beaucoup de sang-froid. Il a pu observer le paysage. L'atterrissage, il a été très curieux. مغامرة قيادة الطائرة حلم حققه سيف الدين وعمره لا يتجاوز 12 سنة بفضل الجهود المبذولة من قبل جمعية الرحمة. قدرنا والحمد لله باش نحقق أمنية تاع سيف الدين بشير باشا اللي كانت الانطلاقة واسم الصباح من هذا المطار إلى سطيف. احنا لينا هذا واجب. نساهم في هذه المبادرات جمعيات كهذه، وهذه ماشي المرة الأولى في الحقيقة، هذه عادة عندنا احنا في الخطوط الجوية الجزائرية، نساهم بقدر الإمكان. طفل آخر يحقق حلمه بأن يصبح قائد طائرة بفضل مجهودات أشخاص اختاروا العمل من أجل تحقيق أحلام براءة سلبها القدر أعز ما تملك لتبقى الجزائر تحتضن جميع أبنائها.